أهلا بكم إلى حلقة جديدة من ملف اليوم. هذه الحلقة نخصصها للحديث عن سبل توفير الحماية لأبناء شعبنا من هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل ضدهم. نتحدث أكثر عن الخيارات وتحركات القيادة لمواجهة عدوان الاحتلال وعربدة المستوطنين والعديد من القضايا سوف نناقشها بالتفصيل في إطار هذا المحور، كما سوف نتطرق إلى مخرجات المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في العاصمة بغداد. هذه الأمور سوف أناقشها بالتفصيل مع ضيفي في الاستوديو السيد روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني. أهلا بك سيد فتوح. أهلا. أريد أن أبدأ معك مما جرى هذا اليوم في أريحة في مخيم عقبة جبر وهذا العدوان الإسرائيلي المتواصل. إذن هي اقتحامات متواصلة، عدوان متواصل، عربدة للمستوطنين. ما هي الخيارات المتاحة أمامكم كقيادة فلسطينية لمواجهة هذا العدوان، خاصة أن إسرائيل لا تلتزم بأي تفاهمات أو أي اتفاقات مبرمة معها؟ يعني كل الخيارات أمامنا يجب أن تكون مفتوحة. الجانب الإسرائيلي، العدو الإسرائيلي لم يبقي شيء لنا حتى يعني نراهن عليه بإطار العلاقات القائمة بيننا وبينهم. وكما تعلمين وكما يعرف الجميع، يعني بدءا من اقتحامهم من المدن الفلسطينية في جنين، في نابلس، في ما جرى في حوارة، واليوم في الآن في عقب الجبر، مخيم عقب الجبر، هذا التغول وهذا التمادي الإسرائيلي يجب أن يتم لجمه من قبل المجتمع الدولي. ونحن فعلا بهذا المجال يعني كقيادة فلسطينية برئاسة الأخ أبو مازن تحركت القيادة الفلسطينية على كل المستويات، سواء كان المستويات الدولية ولا العلاقة مع الإدارة الأمريكية، وكذلك أيضا جرى اتصال مع الجانب الإسرائيلي في هذا الاتجاه. وكما تعلمين جرى بالفترة الأخيرة لقاء العقبة، اللقاء الخماسي الذي تم، وتم أيضا في هذا اللقاء التوقيع على ورقة فيها كل الأعمال وحديث الجانب التي يجب على الجانب الإسرائيلي أن يلتزم فيها ويوقفها من 13 بند، وكل هذه القضايا كان بالتوافق بوجود الإدارة الأمريكية والمملكة الأردنية الهاشمية ومصر وفلسطين وإسرائيل. لكن مع ذلك هذه الحكومة الإسرائيلية أي اتفاق يتم معها تؤد هذا الاتفاق بشكل سريع جدا، وهو ما جرى فعلا. يعني نحن نتذكر يعني ما قبل الذهاب إلى العقبة كان هناك في نابلس المجزرة التي تحدث، ما قبل الاتفاق في العقبة كان هناك اتصالات من قبل الجانب الأمريكي ومن قبل كل المجتمع الدولي حول قضية الذهاب إلى مجلس الأمن واتخاذ قرار في مجلس الأمن بشأن إيقاف العمل الاستيطاني وبناء المستوطنات من قبل الجانب الإسرائيلي. وفعلا الإدارة الأمريكية بذلت جهد كبير جدا، وأيضا كمان ضغطت على كل الدول التي حاولت أو دعمت بهذا الاتجاه، ويعني طلبوا منا طيب احنا حيكون هناك في بيان من رئيس مجلس الأمن، وفي نفس الوقت يتم إيقاف الأعمال وحديث الجانب. وفعلا نسقوا لقاء يكون بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي، وتم الاتفاق على ذلك، وحدد موعد اللقاء الخماسي قبل ما أحداث نابلس. بعد ما تم التوافق على أن يكون هناك في اجتماع للدول الخمسة في العقبة، جرت في اليوم التالي جرت مذبحة نابلس. كما تعرفين جرت يوم الأربعاء الماضي مذبحة نابلس. وفعلا يعني أين التفاهمات الشفهية التي أبلغتونا في الإدارة الأمريكية؟ لا مصداقية لا للجانب الأمريكي ولا مصداقية للجانب الإسرائيلي، لذلك نحن أبلغناهم بذلك الوقت. وفي نفس الوقت القيادة الفلسطينية اجتمعت واتخذت قرار بأن يجب أن نذهب. لماذا؟ لا يجوز أن تترك الطاولة السياسية والمفاوضات لا تحتمل فراغنا، يجب أن نكون موجودين. المواجهة مع العدو الإسرائيلي في الميدان، والمواجهة مع العدو الإسرائيلي أيضا في طاولة المفاوضات وفي الحوار اللي بده يتم ويجري بوجود شركائنا. احنا معنا شركاء إخوتنا في مصر، معنا شركاء إخوتنا في الأردن، وبالتالي كان هناك أمام المجتمع الدولي يأتي الوفد الإسرائيلي ويديه ملطخة بالدم الفلسطيني. ومع ذلك بعد القمة أو بعد لقاء العقبة عفوا والتوقيع على التفاهمات المبدئية، ثاني يوم جرت محرقة حوارة. هذا هو العدو الإسرائيلي.
لن يبقي أي اتفاق. كان يتمنى أن تشارك القيادة الفلسطينية في قمة في لقاء العقبة حتى يحملون المسؤولية. فعلا لو ما ذهبناش كان قالوا أنتوا غبتوا، أنتوا تتحملوا الفشل. لما ذهبنا وأيضا وضعنا النقاط المفروضة تتوقف عنها إسرائيل، الآن إسرائيل قامت بدفن ما جرى في حوارة. أيضا أمس كان هناك اتصال أيضا من الجانب الإسرائيلي مع الجانب الفلسطيني، خلونا يعني نفكر كيف نسيطر على القضايا الأمنية. قلنا لهم لا، في اتفاق. اتصال من من مكتب نتنياهو نفسه؟ الأمن اللي هو مستشار الأمن القومي، أنه تعالوا نتفاهم يعني كيفية نشكل تفاهمات جديدة من الناحية الأمنية لضبط الوضع. قلنا لهم لا، احنا اتفقنا في العقد. هل تقصد فيما يتعلق بوقف التنسيق الامني وعوده التنسيق الامني؟ واقف. لا، التنسيق الامني واقف. ما التفاهمات الامنيه التي اذا طلبوها منكم؟ التنسيق الامني واقف. هم يطالبون الان انه يعني بمعنى حال الفلتان الامني من قبل المستوطنين، مش من قبلنا، من قبل المستوطنين. بدهم يضللونا كالعاده، بدهم يضللونا ويعملوا لنا خداع في هذا الجانب. قلنا لهم لا، احنا اتفقنا في العقبة ان يكون في هناك ثلاث لجان، لجنة سياسية لخلق أفق سياسي سميناها ستيرنج كوميتي من أجل وضع أفق سياسي. بدون أفق سياسي كل الحكي الآخر ما لهش قيمة. فبالتالي خلونا أول شيء نصنع الأفق السياسي، اثنين توقيع وقف كل الأعمال وحديث الجانب بداية من في المستوطنات والأموال وكل القضايا المعروفة، وفي نفس الوقت بنشكل لجنة أمنية للتفاهمات أمنية كيفية ضبط الوضع، وأيضا لجنة اقتصادية ولجنة مالية. هذه القضايا اللي اتفقنا عليها قبل ما تلتزموا وقف كل الأعمال لحديث الجانب. إلا 13 بند اللي وضعنا لكم إياه لن يكون هناك بيننا وبينكم أي لقاء، وفعلا رفضنا ذلك وتم التعميم بهذا الاتجاه. من هنا إحنا لا، موقفنا في السليم، إحنا موقفنا في السليم، نناضل من أجل حقوقنا. نحن أصحاب الحق. فبالتالي حينما نذهب إلى الحوار، حينما نذهب إلى المفاوضات، عندي رواية الفلسطينية بدي أقولها، لا يجب أن لا تغيب الرواية الفلسطينية عن طاولة المفاوضات مهما كان الثمن. لذلك نحن لا بهذا الاتجاه. من هنا بنرجع لسؤالك، ما يعني طب إيش بدنا نسوي؟ ما هو المطلوب؟ ما العمل؟ العمل يجب أن نواجههم بالمقاومة الشعبية، يجب أن يكون عندنا لجان حماية شعبية فلسطين لحماية أهلنا ومواطنينا، وفي نفس الوقت نتحرك على جميع المستويات الدولية والعربية والإقليمية وبالذات في مجلس الأمن والجمعية العامة. سأتحدث معك عن هذه النقاط الثلاثة بالتفصيل بعد الاقتحامات الأخيرة وبعد انتهاء اجتماع العقبة. من الواضح أن إسرائيل لم تلتزم بالتفاهمات المبدئية فيما يتعلق بأنها سوف توقف الإجراءات الأحادية، وشهدنا كيف اقتحمت المدن والتصريحات التي نتابعها فيما يتعلق بمتابعة موضوع الاستيطان. هل تواصلت القيادة مع الطرف الأمريكي أو ربما شخص أو القيادة تواصلتم مع شخص من الإدارة الأمريكية، وربما الإدارة الأمريكية تواصلت معكم في هذا الإطار كونها كانت وسيطا وطرفا في هذا الاجتماع؟ الإدارة الأمريكية سمعتنا كلام جميل كبير، ولكن على أرض الواقع حقيقة لا، لم تكن تتخذ أي خطوات عملية. يعني يوم أمس كان هادي عمر المكلف بالملف الفلسطيني في الخارجية الأمريكية ومن قبل البيت الأبيض جاء وقابل أخي حسين الشيخ وذهب إلى حوار وشاف الناس في حوار وذهب إلى مدينة القدس أيضا وذهب إلى الأقصى، وكان هناك تصريح أنه تقديم كل الذين قاموا بالعمل التخريبي في والعدواني والهمجي في حوار يجب أن يقدموا المحاكمة. هذا كان مطلب الإدارة الأمريكية. ماذا فعلت الإدارة الأمريكية يوم أمس في مجلس الأمن؟ لم تسمح بصدور بيان ولا بيان يدين لأعمال المستوطنين اللي تمت. لذلك الإدارة الأمريكية للأسف يعني احنا نتكلم بصراحة، الإدارة الأمريكية بالحديث وبالإعلام الآن قبل فترة قبل ما ادخل الاستوديو كان في اداني من البيئه الخارجيه الامريكيه على تصريحات سموتريتش. شو بقول؟ بقول يجب تو ويبت اوت، يعني مسح حواره، مسح حواره عن الوجود، مسح حواره عن ليس بيد المستوطنين وانما بيد الحكومه اجهزه الدوله، ليس بيد المواطنين بل بيد الحكومه الاسرائيليه. هذا تصريح الوزير. انا عممت التصريح على كل الاحزاب الاشتراكيه الدوليه في العالم، عممته وقلت لهم عشان تعرفوا من هو الوزير الإسرائيلي الذي يطالب بمسح قرية فلسطينية أو بلدة فلسطينية بالكامل عن الوجود بيد الحكومة الإسرائيلية وليس بيد المواطنين. طب كيف نصف اليوم علاقتنا مع الإدارة الأمريكية الحالية؟ كنا نقول بأن أمريكا لم تعد وسيطا نزيها في أي عمل، لا زالت حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بإدارة بايدن. شو احنا عندنا موقف فلسطيني واضح ومعروف.
الإدارة الأمريكية لو أرادت أن تقام الدولة الفلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل في حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية تستطيع أن تعمل ذلك. ويعني جبنا أمثلة كثيرة بهذا الاتجاه. الإدارة الأمريكية غير مقتنعة حتى الآن بإقامة الدولة الفلسطينية، وكل ما نسمع من الإدارة الأمريكية فعلا هو تضليل ويجب أن لا ننخدع به. فيما يتعلق بوعوداتها فيما يتعلق بإعادة فتح القنصلية وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن لم تلتزم حتى هذه اللحظة. قديش له في الحكم؟ ما ضيله سنتين وروح وما نفذش لليوم. لا، ربط فتح القنصلية بموافقة الحكومة الإسرائيلية، يعني ما فيش، يعني ما فيش اتفاق. فبالتالي لا، الإدارة الأمريكية لن نثق فيها. طب فيما يتعلق باجتماع العقبة، من المفترض أن يكون في 17 من هذا الشهر اجتماع آخر في شرم الشيخ لبحث وقف هذه الإجراءات الأحادية الإسرائيلية، هل سوف تذهبون إلى هذا الاجتماع وما المنتظر منه، خاصة أن إسرائيل لم تلتزم بهذه التفاهمات المبدئية معكم؟ شوف، دائما نحن لا نرفع سقف التوقعات، ولكن يجب أن لا نغيب، يعني حتى أكون واضح وأكون صريح على هذا التلفزيون. حينما تم نقاش موضوع العقبة نوقش في كل أعضاء الفصائل الفلسطينية المشاركين في اللجنة التنفيذية كانوا متواجدين، وطرح الموضوع المشاركة من عدم المشاركة. في بعض الفصائل نفوا هذا الأمر سيد روحي فتوح. مش صحيح، مش صحيح. احنا بنقول كل الفصائل المشاركين في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير شاركوا في الاجتماع، في منهم طرفين أو فصلين امتنعوا عن التصويت، ولكن أصبح قرار. من هم؟ بدون ما أقول لك من هم، مش مطلوب مني أقول لك من هم، لكن هذا أصبح قرار. حينما تكون اللجنة التنفيذية 15 ويوافق ويرفض 2، في 13 صوت، إذن قرار، القرار ملزم للجميع. 2، احنا لم نخرج عن قرار المجلس الوطني الفلسطيني سواء كان في 1988 او حتى في المجلس المركزي الاخير. في اطار هذا الالتزام احنا اللجنه التنفيذيه ملتزم وتنفذ لذلك. اسمعيني للاخير، حينما نقول بنذهب الى العقبه، لا، احنا ما خرجناش عن النص. وحينما يجب ان نذهب ايضا الى شرم الشيخ، الكرسي الفلسطيني يجب ان يكون دائما عليه من يدافع عن القضيه الفلسطينيه. المعركه مش في الميدان، المعركة في الميدان صحيح، ولكن أيضا المعركة على طاولة الحوار بيننا وبين الجانب الإسرائيلي بوجود شركائنا العرب. فبالتالي يجب أن لا نغيب، في مثل عندنا الغايب من نايب، فبالتالي يجب أن لا نغيب عن كلها. احنا ندافع عن حقنا، عن قضيتنا، عن روايتنا، عن شعبنا. بدنا نحمي شعبنا كيف واحنا قاعدين نتفرج؟ بدنا نبعث حنا من يمثل الفلسطين؟ ليش؟ لا، احنا الموجودين، احنا الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، يجب ان نكون على طاوله المفاوضات في كل مكان. طب اذا ذهبتم، لم نحرم ذلك قبل، اذا ذهبتم مره اخرى الى طاوله المفاوضات وتوافقتم على هذه الاجراءات والمطالب التي طرحتها القياده الفلسطينيه ولم تلتزم اسرائيل بها، ما الخيارات المطروحه امامكم؟ هناك عده قرارات مصوت عليها من المجلس المركزي، المجلس الوطني، منها تعليق الاعتراف بإسرائيل، هل هذه الخيارات لا زالت قائمة؟ منفذة، قائمة ومنفذة. تعليق الاعتراف منفذ؟ لا، تعليق الاعتراف ما نفذناش، على الأقل كل القضايا اللي تتعلق بالجانب الإسرائيلي، يعني بمعنى التنسيق الأمني والقضايا السياسية كلها الآن يعني مجمدة أو أوقفت. بقي احنا امامنا الخيارات ما زالت مفتوحه. احنا لما اخذنا القرارات ما قلناش كلهيتنا دفعه واحده، حتى في قرار المجلس المركزي قلنا بنطبقها بالتدرج. الان في ضغوطات دوليه وفي ضغوطات عربيه وفي ضغوطات اقليميه نعطي فرصه اخيره. ماشي، احنا في شهر 3 حيكون لقاء في شرم الشيخ، انتظرنا طويلا من عام 1900 من عام 1991 من مؤتمر مدريد لغايه اليوم، ونحن بنروح مكاننا مع هذا العدو الغادر. لذلك حتى الآن بنقاوم الآن مجموع ما العمل المقاوم في الضفة الغربية حتى الآن من بداية العام من 1/1 لغاية اليوم 2750 عمل مقاوم من الجانب الفلسطيني. بنذكر الناس لما كانت فيتنام بتفاوض كانت طائرات البي 52 الاستراتيجية الأمريكية بتقصف في هانوي، ما انسحبش الفيتنامي من المفاوضات. فبالتالي احنا يجب ان ننسحب من المفاوضات. حينما نوصل لطريق مسدود نهائي وما فيش ضغوطات دوليه، احنا الامور مفتوحه، نطالب بالمقاومه الشعبيه. لا، نحن نعم بدنا المقاومه الشعبيه. هلا بتتطور ما بتتطورش، الجانب الاسرائيلي يتحمل المسؤوليه على تطورها، مش احنا. احنا بننضرب، فبالتالي بدنا ندافع عن انفسنا، ان الحق ندافع عن انفسنا بكل الوسائل. لذلك
يجب أن نستثمر هذه المقاومة. لما نقول 2750 عملية بتتم أو عمل مقاوم في الضفة الغربية وأنا بروح على المفاوضات، يجب أن أستثمر هذا العمل المقاوم على طاولة المفاوضات. ولكن للأسف في خلينا نقول نوعين عندنا من الرأي المعارض. في رأي معارض حقيقي من أجل خلق ضوابط ووضع ضوابط للمفاوض الفلسطيني، وأنا بتحدى إذا حدا من المفاوضين الفلسطينيين خرج عن الثوابت الوطنية في إطارها العام وفي إطارها الخاص أيضا. ولكن في هناك أيضا من يتصيد، الذي يتصيد فقط يريد أن يناكف وفي نفس الوقت يخدم إسرائيل. فبالتالي في فرق بين المعارضة الحقيقية التي دائما يجب أن تكون موجودة في الميدان حتى تفرض الضوابط الحقيقية للقيادة، وفي فرق بين من فعلا يتصيد من أجل المناكفة والفيسبوك والذباب الإلكتروني. هذا الحكي إحنا في غنى عنه. لذلك نقول لا، يجب أن نذهب ويجب أن نشارك. أنا بالمناسبة رفعت إيدي وموافق على المشاركة سواء كانت في العقبة أو حتى في شرم الشيخ. طاولة المفاوضات السياسية يجب أن لا تحتمل الفراغ الفلسطيني، ولا يجب أن يملأ الكرسي الفلسطيني غير الفلسطيني. إحنا بنحط روايتنا، وخلي خصم يجيب روايته، خلي العدو يجيب روايته. لا توجد عنده رواية بيقدر يطرحها على الطاولة، لكن أنا عندي حقي اللي بدي أناضل في سبيله. لكن هناك من يقول بأنه إسرائيل لم تلتزم ولا أي مرة بأي تفاهم أو أي اتفاق موقع، إذن ما الجدوى إذن بالجلوس معها؟ أنا بناضل، بذل جهد، أنا بستقطب الرأي العام. قبل شوي بقول لك أنا عممت على كل الاشتراكية الدولية 160 حزب في العالم تصريح سموتريتش. نعم. شفت وزير المالية الإسرائيلي. شفت الردود عليه. الآن بده يطلع بيان منهم يرد عليه. فبالتالي من قبل من سوف يزور هذا البيان؟ الاشتراكية الدولية. فبالتالي هذه القضايا لما مطرح للمجتمع الدولي، أنا برضو كذلك بخوض الصراع على المجتمع. يجب أن أعزل إسرائيل في هذا الاتجاه. كيف بدي أعزل إسرائيل؟ من خلال فعلاً إنه أنا أحكي قضيتي ومعاناتي أنا منكوب. فبالتالي هذه النكبة الفلسطينية بدي أطرحها على كل المجتمع الدولي حتى يعرف من هو هذا العدو الإسرائيلي الذي يريد أن يمحو الشعب الفلسطيني عن الوجود. لا. سيد ربحي فتوح، ذكرت أكثر من مرة في سياق حديثك وقف التنسيق الأمني. وقف التنسيق الأمني وعودة التنسيق الأمني مرتبطة بماذا الآن؟ فيش عودة التنسيق الأمني وفيش تنسيق أمني. الآن وقفنا التنسيق الأمني وبنضلناش نحكي بقضية التنسيق الأمني. ما التنسيق الأمني، التنسيق الأمني بالأصل لما كان موجود في قضايا محددة ومحدودة، ولكن منذ تاريخ البوابات الإلكترونية وحتى الآن التنسيق الأمني غير مفعل. بس في الفترة الأخيرة أوقفنا كل أنواع التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي. فبالتالي بالعكس، هذه كانت جزء من اتفاقيات أوسلو. اتفاقيات أوسلو أوقفت، نحن أوقفنا هذا الجانب. قبل أن أنتقل للحديث عن موضوع آخر، إذا ما تم التوافق بينكم وبين الجانب الإسرائيلي وتم التوافق على موضوع وقف كل الإجراءات الأحادية، ما هو الأساس السياسي للمفاوضات لاحقا في أي مرحلة مقبلة بين الفلسطينيين وإسرائيل؟ إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بحدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية دون انتقاص. إذا توافقنا على سواب قضية تبادل الأراضي لا يزيد عن 2% من حجم الضفة الغربية. هذا الحكي مثابت حتى الآن، غير هيك ما فيش. يا إما بنأخذ هيك يا إما بضل حل الدولتين. إسرائيل ضربتهم، إسرائيل قوضت حل الدولتين ومنذ زمن قوضت حل الدولتين. لا نراهن أن نأخذ أي شيء من الحكومة الحالية، بالرغم أنه رحنا العقبة وبدنا نروح على شرم الشيخ وما عندناش توقعات ولا رفعين سقف التوقعات أن نأخذ منهم شيء. لكن إحنا أيضا نناضل، هذه عملية كفاحية يجب أن تستمر في الميدان ويجب أن تستمر على كل الجهات، سواء في القضية السياسية أو في القضية النقابية أو في كل القضايا مع الأحزاب والقوى الأخرى. سوف أريد أن أناقش معك أكثر من الحراك السياسي والدبلوماسي. كان مؤخرا هناك مؤتمر للاتحاد البرلماني العربي، هو المؤتمر 34، وأنتم شاركتم في هذا المؤتمر. حدثنا أكثر عن المخرجات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، هناك عدة قرارات تم التوافق عليها. شوفي، في حقيقة يعني أصبح الآن في الدبلوماسية البرلمانية العربية فيها استنهاض، والاستنهاض ملموس حقيقة. يعني
بدأت سواء في الاتحاد البرلماني العربي أو في الاتحاد البرلماني الدولي، بالمناسبة اجتماع حيكون يوم 11 الشهر في المنامة في البحرين. نعم. وكذلك في عندنا البرلمان العربي، عندنا برلمان بالاتحاد البرلمان العربي والبرلمان العربي. نعم. قبل يعني حوالي 10 أيام كان في اجتماع لرؤساء البرلمانات العربية في القاهرة، وفعلا كان التوافق الكلي والبيان اللي صدر كله يعني بدي أقول لك بشكل عام، البند الأول عند العرب كلهيتهم القضية المركزية هي قضية فلسطين، وفعلا كان البيان معبر بشكل جدي عن الموقف الفلسطيني بالرغم من حالة التطبيع اللي بيصير مع بعض الدول العربية. والآن كان في عندنا الدورة 46 للاجتماع على الاتحاد البرلماني العربي، اجتمعنا في بغداد يوم 25 و26 من هذا الشهر، من الدورة 34 في الاجتماع حقيقة تم التأكيد من كل رؤساء الوفود، سواء رؤساء برلمانات أو رؤساء وفود، تحدثوا عن فلسطين. وجاءت أيضا جاء الاجتماع في ظل الجو المتوتر في فلسطين والمذابح والمجازر صارت في نابلس وفي جنين ما قبل ذلك، وكل هذه القضايا. وبعدين يعني جاءت فيما بعد معركة حوارة. في هذا الاجتماع حقيقة كان هناك تأييد غير عادي وغير مسبوق من البرلمان العربي، سواء في البيان أو في كلمات الوفود. وفي نفس الوقت نحن عرضنا عليهم، في طرحنا أول شيء معاناتنا في فلسطين، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة والهجوم الإسرائيلي المتواصل، وفي نفس الوقت محاولة تجفيف مواردنا المالية من قبل سواء دول المانحة ومن للأسف من بعض الدول العربية. طرحنا كل هذه القضايا بشكل صريح ومفتوح، وكان هناك في موقف إيجابي. وفي نفس الوقت طلبنا منهم أن يساعدونا في وضع آليات جديدة، لأنه في إسرائيل مثلا تخصم عنا رواتب الأسرى والشهداء، وإسرائيل أيضا تخصم عنا أموال من المقاصة اللي بتجبرنا إياها مقابل 3% تخطط. طرحنا هذه المواضيع، وهناك في قرار من القمة الجزائر، القمة العربية في الجزائر. نعم. ومن منظمة التعاون الإسلامي في قرار بفرض، هو كان في توجه من رئيس الوزراء الفلسطيني الأخ محمد الشتية، أخذ قرار في الحكومة بفرض أصغر قيمة من العملة الوطنية في أي دولة على فاتورة التليفون الثابت والمتنقل. وفعلا تم اتخاذ هذا القرار في قمة، في اجتماع الاتحاد البرلمان العربي في بغداد، وفعلا بالإجماع. وفعلا كان صدر بيان أيضا معبر وبيان عن فلسطين وإداني للاحتلال الإسرائيلي، وكذلك للدعم اللامحدود من قبل الإدارة الأمريكية. ولكن في شيء جديد دخل نتيجة الزلزال اللي تم في سوريا وتم في تركيا، حرك المشاعر العربية باتجاه سوريا. لذلك بمبادرة من رئيس البرلمان العربي الأخ محمد الحلبوسي تم اقتراح تشكيل وفد برلماني عربي يذهب إلى دمشق للتضامن والمؤازرة مع دمشق، ليس فقط من الجانب الإنساني برضه أيضا من الجانب السياسي، بمعنى محاولة فك الحصار أو فك العزلة العربية عن سوريا. وفعلا ذهبنا إلى سوريا وأنا شاركت في هذا الوفد، وقابلنا الرئيس بشار الأسد وأبلغنا بشار الأسد أن الأمة العربية عادت إلى سوريا من أجل برضو عودة سوريا إلى الأمة العربية، وهذا لقاء سياسي وليس فقط تضامني أو إنساني، هو بالأصل يعني حراك سياسي من خلال الدبلوماسية البرلمانية العربية. وأنا بقول الدبلوماسية البرلمانية العربية بدأت فعلا يعني تأخذ مكانتها في المجتمع الدولي وفي المجتمع البرلماني العالمي يعني. والآن زي ما ذكرت لك في عندنا برضو أعتقد يمكن كمان المؤتمر 146، نحن العربي 46 المؤتمر البرلمان الدولي 34 البرلمان الدولي 146 حينعقد في المنامة في البحرين يوم 11 الشهر، أيضا على جدول أعمال الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية. بكل هذا الزخم من للأسف يعني من الدماء والمجازر اللي بنعاني منها كلها مطروحة أيضا، سواء كان من قبل الشبكة البرلمانية العربية أو من قبل الشبكة البرلمانية الإسلامية أو من قبل الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز، وكذلك من قبل الشبكة البرلمانية في الإفريقية. كل هذه الشبكات البرلمانية متضامنة معنا فلسطينيا في البرلمان العربي، وهو مهم جدا في الحراك والدبلوماسية البرلمانية العربية الدولية. ذكرت لنا أكثر من قرار مهم فيما يتعلق بمخرجات المؤتمر 34 الاتحاد البرلماني العربي، لكن ماذا عن آليات تنفيذ هذه القرارات؟
يعني أنا قابلت السيد الرئيس ويعني طلع على البيان، وأيضا أرسلت للأخ محمد دكتور محمد الشاي رئيس الوزراء من أجل فعلا يعني تشكيل من طرفنا من نفوضهم بالذهاب إلى رئاسة البرلمان في بغداد لوضع الآليات وإجراء هذه لتنفيذ القرارات. خلينا يعني تفولو أب يعني نتابعها بشكل سريع، نتابعها بشكل سريع الآن، وفعلا إن شاء الله قبل رمضان بنكون إحنا بعتنا وفد من عندنا عشان نشكل هذه الآلية. ذكرت اللقاء السياسي الذي جرى مع رئيس سوري بشار الأسد، هل هذا ربما يعني مقدمة لعودة سوريا إلى حضن جامعة الدول العربية؟ أنا أبلغتهم شخصيا، أنا شخصيا أبلغتهم أن الأمة العربية عادت إلى سوريا، ومطلوب من سوريا أن تعود إلى الأمة العربية من الباب الواسع. وفعلا كمان ذهبنا إلى مجلس الشعب السوري وتحدثنا أيضا، وكان الحديث من قبل الرئيس بشار الأسد حديث جيد وفي نفس الوقت حديث متفائل. والرجل كان في غاية يعني الترفع عن كل المعاناة اللي والألام اللي تعرضت لها سوريا، وإحنا رحبنا بكل اللقاء اللي كان معه وكان لقاء ناجح جدا، وأيضا التقى مع جميع الوفود اللي رافقتنا في ذلك الوقت، وذهبنا إلى مجلس الشعب السوري وكان هناك ترحيب غير مسبوق من قبل مجلس الشعب السوري، وعبرنا لهم أنه هذا الجيد سياسي أكثر منها إنسانية. طب أريد أن أعود إذا سمحت لمناقشة أكثر من نقطة ذكرتها فيما يتعلق بالحراك المقبل. تحدثت عن تفعيل المقاومة الشعبية، لجان الحراسة، أيضا تحدثت أيضا على موضوع الحراك على مستوى الدولي ومجلس الأمن. أريد أن أبدأ معك إذا سمحت، الحراك على مستوى مجلس الأمن أو الحراك الدولي، ماذا عن موضوع الاعتراف بدولة فلسطين، الاعتراف الكامل الذي يجب أن يمر عبر مجلس الأمن؟ أين وصلتم في هذا الموضوع؟ أين وصلت اتصالاتكم؟ مهم ذكرتيني من القرارات المهمة اللي صدرت في البرلمان العربي وفي اجتماع رؤساء البرلمانات العربية وفي المؤتمر الأخير 34 للاتحاد البرلمان العربي، الجميع أجمع على الوقوف إلى جانب فلسطين بذهابها إلى مجلس الأمن من أجل الحصول على العضوية الكاملة كدولة في الأمم المتحدة. هذا كان موقف في المجتمع العربي. أيضا في الاجتماع الذي تم، أنا بتكلم هنا عن الدبلوماسية البرلمانية، في الاجتماع الذي تم في تركيا للجمعية البرلمانية الآسيوية نفس القرار، أيضا في الجمعية البرلمانية الإسلامية في الجزائر نفس القرار. هناك في زخم في هذا الاتجاه نحو دعم فلسطين في مجلس الأمن من أجل الحصول على العضوية الكاملة، ولكن نحن نصطدم دائما في الفيتو الأمريكي. المحاولة يجب أن نستمر فيها حتى بالرغم من معرفتنا أن هناك فيتو أمريكي، المحاولة يجب أن لا تتوقف، يجب أن نستمر. هذا جانب. الجانب الآخر، يعني إحنا بنعرف أنه اللجنة الرابعة في الجمعية العامة أخذت قرار وبالذهاب إلى المحكمة العدل العليا الدولية من أجل تعريف بماهية الاحتلال. هذا الرأي سيكون في شهر 7 القادم، في شهر يوليو. حينها أنا بتذكر أنا واحد من الناس شاركت في مؤتمر عام 1979 في اليونسكو من أجل عزل النظام العنصري في جنوب أفريقيا، ونجحت الحركة الدولية من قبل 180 نقابة، يعني حركات شبابية وطلابية في ذلك الوقت. اليوم احنا نتكلم عن دول، إذا طلع الرأي الاستشاري لمصلحتنا، وهو بالتأكيد سيخرج لمصلحتنا، هذا بيساهم. أعتقد بشهر 7 سوف يكون وعد نهائي لتقديم المرافعات الخطية والكتابية، يعني ليس للإصدار القرار. إحنا مش حنفصل فيها، بس يعني تبدأ المحكمة. صحيح. أنا بقول في هذه الحالة إذا صدر القرار بيعطينا كمان سلاح إضافي بيساعدنا حينيتها لما نتكلم في قضية عزل الاحتلال، حينما تتكلم في قضية المقاطعة، حينما تتكلم في البي دي اس. ما حدا بيتهم البي دي اس في هذه الحالة بأنه هو مناهض للسامية، لذلك يجب أن نسمر العمل الكفاحي، يجب أن نستثمر فيها كل صغيرة وكبيرة من أجل الاستمرار في مقارعة هذا الاحتلال وفي هذا العدو. فيما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين، ما هو موقف الدول الأوروبية تحديدا فرنسا في هذا الإطار؟ في نفاق، من بصراحة يعني في نفاق، ونفاق يعني غير مفهوم. يعني برلمانات بعض الدول أعطت قرار
وطالبت حكومات الاعتراف بدولة فلسطين. البرلمان الفرنسي أيضا، بريطانيا، إسبانيا، ومع ذلك في نفاق من قبل الحكام، ويعني في ميوعة أيضا في موقفهم. لذلك لا، مطلوب حراك أكبر، مطلوب منا ضغط أكثر، يعني مطلوب من المجلس الوطني، مطلوب من البرلمانات العربية أن تضغط على البرلمانات الأخرى، مطلوب أيضا من الحكومات أن تضغط على الحكومات. الآن حينما نتكلم عن حل الدولتين، طب ماشي، بدك تهرج الجانب الإسرائيلي؟ أنت اليوم قاعد بشوف حكومة متطرفة يمنية قاعدة بتفصل قوانين زي ما بدها من أجل تستمر في قضية الاحتلال الإسرائيلي. طيب كويس، تعال، أنت مؤمن بحل الدولتين، تفضل احترف بالدولة الثانية. ما أنت معترف بالدولة الأولى أصلاً، اللي هي أصلاً تم الاعتراف بها بشكل مشروط. يجب أن تلتزم بالقرار 181 ويجب أن تلتزم بالقرار 194. هذا الشرط اللي قدمه وزير خارجية إسرائيل في ذلك الوقت مش شريط عشان قبلت إسرائيل دولة في الأمم المتحدة. تفضل أنت اعترف فيه، عشان يا ما بتجمد عضوية إسرائيل، يا بتجمد عضوية إسرائيل لتنفيذ القرارين، يا بتعترف بعضوية بي كدولة دولة كاملة. فالعضوية في هذه الحالة بكون أنت اعترفت بحال الدولة. طب السؤال يعني المطروح الآن، متى سوف نتوجه إلى مجلس الأمن للحصول على عضوية كاملة؟ ما هي الاتصالات في هذا الإطار بالتحديد؟ هذا الأمر مرتبط بماذا حاليا؟ مرتبط دائما، حينما أنت دائما بتجندي أصوات إلى جنبك، يعني بدك تستقطبي أصوات حتى تكون معك. حينما يكون عندي العدد 9 بطرحه على الجهاز مجلس الأمن، ولكن نحن لا ندرك تماما في مجلس الأمن سيكون هناك فيتو أمريكي، ومع ذلك احنا رايحين. هلا التوقيت في الأخير يعني في أولويات صارت اليوم، عملية القتل والذبح والتدمير والمستوطنات أخذت الأولوية على حساب القضية هذه، والتنتين ماشيات في سياق واحد، ولكن واحد بتقدم عن الثاني. الآن ما فيش شيء دائما نقول امتى التوقيت، احنا مش اعضاء كاملين، احنا بنطلب من حلفائنا انهم يتقدموا باسمنا. الامور اعتقد ناضجه في هذا الاتجاه، ولكن يبقى كيفيه انه الحصول على الاصوات. طيب اريد ان اناقش معك اكثر النقطه التي ذكرتها فيما يتعلق بتفعيل لجان الحراسه لمواجهه ارهاب المستوطنين، لجان الحمايه لمواجهه عربده المستوطنين وارهابهم. مسؤوليه من تفعيل هذه اللجان؟ انا بتقديري مسؤوليه كل الفصائل وعلى راسها فتح. مسؤوليه كل القوى الوطنيه الفلسطينيه بكل فصائلنا الفلسطينيين الموجودة، قوى وطنية وقوى إسلامية، وعلى رأسها فتح ومقدمة فتح. يجب أن يكون هناك فعلا تشكيل حراسة، يعني لجان حماية لشعبنا وممتلكاتنا في كل المناطق وفي كل القرى، وهذا من حقنا أن نشكل فيه. أعتقد في بعض المناطق تم التشكيل فيها، لكن مطلوب حقيقة توسيحها وتكبيرها، وأيضا أن يكون فيه اهتمام. لماذا لا يتم توسيحها وتكبيرها؟ هل لغياب استراتيجية في هذا الإطار، لعدم الجدية؟ يعني أي عمل، ما السبب؟ أي عمل يا بنتي دائما بيتم بالتراكم، أي عمل بيتم بالتراكم، يعني مش دفعة واحدة. ولكن الآن نتيجة تغول المستوطنين وتغول الاحتلال وفعلا هجومه على شعبنا، وهذاك بيؤدي فعلا إلى مزيد من التكتل من جانبنا من أجل تكبير وتفعيل هذه اللجان، وهذا فعلا بالتراكم بيجي. احنا من طرفنا بنبذل كل جهدنا مع قواعدنا، ومطلوب من الجميع، مش مطلوب من حدا يقعد فقط ينتقد، مطلوب اللي بده ينتقد تفضل يشارك، اللي بده ينتقد. فأنا مش ضد الانتقاد، ولكن في فرق بين انك تقعد عدم المؤاخذة في المزايدات وانت قاعد في بيتك في الغرفة الدافية. لا، تفضل يعني نعيش بين الناس في البرد وفي الشتاء. فبالتالي لا، مطلوب ذلك. ونحن بهذا الاتجاه اعتقد تنظيم فتح يقوم بجهد غير عادي وغير مسبوق، وكذلك احنا لا نزاود على الفصائل الاخرى وكذلك تقوم. دائما ما نذكر شعار تفعيل المقاومة الشعبية وتطوير ادواتها، ما هي الاستراتيجية الفلسطينية الحالية لهذا الامر؟ ليش بنلجأ للمقاومة الشعبية؟ حينما يكون ميزان القوى ليس في صالحنا العسكري، تكون المقاومة الشعبية لأنها فعلا لا تشكل علينا عدم المؤاخذة ضغط دولي. وأنا إذا بدي أذكرك في الانتفاضة الثانية، حينما يعني استخدمنا في ظل ميزان قوى مختل ليس لصالحنا، حينما استخدمنا السلاح يعني تجبر فينا العدو الإسرائيلي. لذلك المقاومة الشعبية بتعطينا سلاح أمام المجتمع الدولي أنه إحنا مش إرهابيين، إحنا طلاب حق. فبالتالي المقاومة الشعبية صحيح بنقدم فيها ضحايا، لكن في نفس الوقت إحنا بنطالب بحقوقنا في هذا الجانب، ويجب أن نستبر المقاومة الشعبية. لو كان ميزان العسكري لصالحنا بتختلف المعادلة، بتختلف المعادلة، لكن المعادلة بتفرض عليه المقاومة الشعبية والسلمية كمان.
يعني حتى نوصل إلى العصيان المدني. لما بنوصل للعصيان المدني حينتها المجتمع الدولي لن يقف ساكتا، سيضغط على إسرائيل بكل السبل. اليوم في حراك في إسرائيل، إحنا لازم نستفيد منه، إحنا لازم نوظفه بدون أن نتدخل فيه حتى ما نجهضه، لكن يجب أن نوظفه بمعنى بالرأي للمجتمع الدولي. تفضلوا، هاي هذه الدولة الإسرائيلية اللي بتتغول حتى على شعبها. كيف ممكن نتوظيفه؟ يعني بكل الوسائل من خلال حركتنا الدبلوماسية وحركتنا في علاقاتنا ثنائية مع الأحزاب أو مع الدول، وأيضا في عندنا اتحادات ونقابات. كل شرائح وفئات المجتمع يجب أن تتفاعل مع نظرائها في المجتمع الدولي من أجل تفعيل ذلك. كيف تبعتم تصريحات سموتريتش حول نيته تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية وحديثه عن إعادة البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح في أراضي المواطنين في بيتا؟ تعرف أنا مش من خدع في نتنياهو، الأسوأ منهم كلهم هو نتنياهو. يجب أن نخدع سموتريتش والبن غفير، لا، هذول أدوات قذرة عنده، أدوات قذرة عنده لتنفيذ سياساته، هو يستخدمهم وفي الأخير بتخبى وراهم. لا، هذه سياسة حكومة متكاملة وليست سياسة ما نغلطش الغلطة ونحمل اثنين وبس، لا، بدنا نحمل الحكومة الإسرائيلية كاملة المسؤولية عن مجرى وعلى رأسهم نتنياهو. اليوم أيضا تم إقرار بالقراءة التمهيدية موضوع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، وهذا الأمر غاية في الخطورة. كيف يمكن مواجهته؟ ما هي الاستراتيجية الفلسطينية لمواجهة هذا الأمر وأيضا دعم الأسرى في معركتهم النضالية الحالية؟ يعني إحنا أول شيء باسم المجلس الوطني اليوم أنا صدرت بيان بإدانة هذا التشريع، وفي نفس الوقت نحن الإسرائيليين بيعدمونا بدم بارد، فيش حدا فينا يعني بعيد عن قضية الإعدام والقتل بالجانب الإسرائيلي، ولكن أنه يقننوا ذلك لا، هذه سابقة خطيرة وتتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومع الأعراف القوانين الدولية. لذلك نقول الحكومة الإسرائيلية بتفصل قوانين يعني لتكريس هذا الاحتلال ومحاولة فعلا طرد الشعب الفلسطيني من أرضه. لذلك نقول هذا بيستوجب منا أنه أيضا نستمر في قضية الصمود وقضية التصدي، هذا الجانب. الجانب الآخر، نحن فعلا قضية الأسرى قضيتنا الأولى، نعم، وهذه القضية نطرحها في كل مكان. أنا ذكرت قبل شوي في مؤتمر بغداد كان الحديث، مؤتمر البرلمان العربي بغداد كان الحديث عن الأسرى أخذ مجال كبير، ومن الجميع بالمناسبة، من الجميع، والعرب لهم موقف مشرف بهذا الاتجاه. قضية الأسرى هم قضيتنا إحنا يعني المركزية، وبالتالي إحنا بنحارب في سبيلهم من أجل حريتهم، من أجل جزء من اللي صار في العقبة، جزء من اللي صار في العقبة هو الإفراج عن الدفعة الرابعة في الاتفاق اللي صار مع كيري زمان، وفي نفس الوقت الإفراج عن الأطفال وعن النساء وعن المرضى. شو كان موقف إسرائيل في هذا الإطار؟ إسرائيل وافقت شفهياً لك لم تنفذ، وفي اتفاق قبل هيك ثلاث دفعات طلعت، والدفعة الرابعة لم يلتزم الإفراج، والدفعة الرابعة معلقة لليوم، ومع نتنياهو مع هذا الذي أفشل كل شيء منذ البداية. إحنا مش فوضنا في واي ريبر ولا لا، إحنا في 98. طب الأسرى يعني في هذه المعركة النضالية التي يخوضونها يقولون بأنه إذا استمرت إدارة مصلحة السجون في هذه الإجراءات التعسفية ضدهم فإنهم سوف يخوضون خطوة الإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام في شهر رمضان، في الأول من شهر رمضان الفضيل، بالتحرير بالتحرك كي لا يبقى الأسرى وحيدين في هذه المعركة. ما هي استراتيجيتكم لدعمهم؟ نحن على تواصل دائما مع الهيئة ومع الإخوان في السجون، وفي نفس الوقت مع نادي الأسير، وهناك في حراك وفي ترتيبات غير يعني مسبوقة أيضا بهذا الاتجاه لدعم الأسرى في هذا الاتجاه، وهناك موقف أيضا من القيادة داعم لهم ومؤيد لكل مواقفهم وكل مطالبهم. لذلك نحن لائمهم في هذا الجانب. الحراك على صعيد البرلمانات، حدثنا أكثر عن هذا الموضوع فيما يتعلق بوضع الأسرى سواء على مستوى البرلمانات في أوروبا، في أمريكا اللاتينية، أيضا البرلمانات العربية. وجهنا رسالة بهذا الاتجاه أكثر من مرة بالنسبة للأسرى، يعني أنا وجهت منذ أن توليت رئاسة المجلس الوطني، وجهت للاتحاد البرلماني الدولي، وجهت أيضا لكل البرلمانات القارية والإقليمية، وجهت للبرلمانات العربية، وجهت للبرلمانات بشكل ثنائي لو كلها بقضية الأسرى ومعاناة الأسرى، ومنذ حتى في يمكن أكثر من 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 ثلاث رسائل يمكن صرنا موجهين في كل فترة من الفترات، حتى لما تم الإفراج عن أخي كريم يونس وأخي ماهر يونس كمان أرسلنا
نبلغ البرلمانات في هذا الشيء. وأنا في كلمة لي في بان أفريكان برلمان في برلمان عموم أفريقيا في جنوب أفريقيا في شهر أكتوبر الماضي أيضا ذكرت عن قضية الأسرى وكيفية انطلقت الحملة من أجل تحرير الأخ البطل مروان البرغوثي من زنزانة نيلسون مانديلا في قادة آيلاند. طالبنا بذلك أمام كل البرلمانات في أفريقيا وشجعونا وفعلا قاموا بالتأييد وطالبنا باستمرار بحملة الإفراج عن مروان البرغوثي وكل الأسرى الآخرين أحمد سعدات والآخرين. وهذا يعني كان في كلمة الرئيسية في جنوب أفريقيا. وأيضا أرسلنا رسائل وقابلت رئيس الاتحاد الأفريقي في مصر في الشهر الماضي في 10 فبراير شرمبيرا، وأيضا تحدثنا بهذا الجانب. وأيضا طلبنا أنهم يوقفوا معانا في البرلمانات من أجل منع دخول أو قبول إسرائيل دولة مراقب في الاتحاد الأفريقي وتم ذلك تعليق الطلب. ولكن الآن رئيس الاتحاد الأفريقي من جزر القمر إحنا أيضا حنشكل وفد لزيارته من أجل رفض قبول إسرائيل. جنوب أفريقيا لها دور مهم في هذا الإطار، والجزائر طبعا بطبيعة الحال والأصدقائنا يعني، بس جنوب أفريقيا والجزائر لعبوا الدور الرئيسي، ولكن هناك دولنا العربية مصر وفي نفس الوقت أصدقاء في أفريقيا لعبنا معهم دور كويس، وأيضا كذلك لعب دور رئيس الاتحاد رئيس برلمانات عموم أفريقيا لعبوا دور. واحنا من جانبنا بالمناسبه في حركه فتح تحركنا، والوزاره الخارجيه الفلسطينيه بشكل كبير تحركت بهذا الجانب وبذلنا جهد غير عادي في هذا الاتجاه. كما ذكرنا دولة جنوب أفريقيا تبعنا في الفترات الماضية بأن هناك نية بين حكومة جنوب أفريقيا ودولة فلسطين للاستفادة من تجربة جنوب أفريقيا في محاربة الأبارتايد وإطلاق ربما حملة والاستفادة من هذه الخبرات في الترويج للنظام الإسرائيلي بأنه نظام أبارتايد. نعم، أين وصل هذا الموضوع؟ إحنا على تواصل دائم مع جنوب أفريقيا وعلاقتنا كتير متطورة في حركة فتح هذا بجانب الثنائي مع الـ ANC أيضا باعتباري أنا مسؤول العلاقات الدولية في هذا الجانب. وأيضا أخي جبرين رجوب باسم حركة فتح كأمين سر لحركة فتح راح شارك في المؤتمر الـ ANC وكان مع المؤتمر الوطني الأفريقي. نعم بالضبط، وهناك في تنسيق كامل. إحنا بالمناسبة يعني من الناس الأوائل اللي دعمنا كثورة فلسطينية حركة المؤتمر الإفريقي في مقاومتهم للنظام العنصري، وأنا من الناس اللي قابلت قيادتهم ومكتبهم السياسي عام 1983 في هراري في زيمبابوي. وفعلا إحنا الآن نستفيد من هذه التجربة ونحن مارسنا إلى جانبهم، لعبنا الدور في قضية عزل النظام العنصري في جنوب أفريقيا. مطلوب الآن وفعلا هذا الآن مطلوب منا، ونحن بالمناسبة نستفيد من خبرتهم وتجربتهم. وكانت بالمناسبة مقاومتهم أغلبها كانت مقاومة شعبية، مقاومتهم كانت مقاومة شعبية، فبنقول نريد أن هذا الزخم اللي قاموا فيه نستفيد منه. بصراحة هم موقفين معنا بجدارة وبشكل غير مسبوق، لذلك نحن نستفيد. وأيضا أخوتنا في الجزائر داعمين بهذا الاتجاه. هذا الحديث بيتطلب منا أن نوسع عمل البي دي اس اللي هي حركة المقاطعة والاستثمارات في إسرائيل. وأنا برأيي إذا طلع القرار من محكمة العدل الدولية بتقديري سيساعدنا كثيرا، وما حدا بيقدر يجرم في هذه الحالة لو من نوصف ما هو الاحتلال، ما حدا بيقدر يجرم حركة المقاطعة وعزل إسرائيل. عندما نتحدث عن النظام الإسرائيلي نحن لا نتحدث فقط على أنه هو نظام أبارتايد، هو نظام معقد متعدد الأدوات يدمج ما بين الأبارتايد والنظام الاستعماري الإحلالي وأيضا الاحتلال. ماذا عن فكرة إطلاق حملة دولية من جنوب أفريقيا لفضح ماهية هذا النظام الإسرائيلي الذي أنشأته في الأرض الفلسطينية المحتلة؟ كان هناك حديث جدي في هذا الموضوع. لا، بكرة حيكون في انطلاق حملة من عندنا. بكرة حيكون انطلاق حملة من عنا من مقر منظمة التحرير من لجنة أو دائرة حقوق الإنسان اللي برأسها أخي أبو السعيد أحمد التميمي. بكرة حيكون هذا الانطلاق الساعة 11 وأنا سأكون مشارك منها فيها. فبالتالي لا، الحملة موجودة وبكرة بده يكون في وضع، واتصلنا مع برلمانات واتصلنا مع أحزاب واتصلنا مع قوى. وأنا بتقدير الآن حتى الجاليات الفلسطينية بدأت تلعب دور الدور الأهم. هذه نقطة حقيقة مهمة. الدور الأهم هو للجالية الفلسطينية في أمريكا.
الولايات المتحدة يلعبون دور مهم في الساحة الأمريكية. هل استطعت أن تحدث ربما اختراق، لا أدري إن كانت هذه الكلمة مناسبة، تحولات في الرأي العام وخاصة في جيل الشباب. جيل الشباب لم يعد يحتمل أن يرى دولة حتى الآن أو شعب حتى الآن يخضع للاستعمار. إحنا الدولة الشعب الوحيد اللي ما زال يعاني من الاستعمار. بالمناسبة انعكس عملية التضامن اللي كانت سابقا مع اليهود اليوم انعكست إلى مصلحة الفلسطينيين، تتوسع الدائرة. يعني مثلا الشباب في الحزب الجمهوري بيزداد عددهم، الآن الشباب في الحزب الجمهوري بيزداد عددهم، الشباب في الحزب الديمقراطي أغلبيتهم معنا، وبيرني ساندرز كان من اللاعبين الأساسيين بهذا الاتجاه. بالمناسبة الأكثر تأييدا في كل الحزب الديمقراطي هو بايدن، الأكثر تأييدا لإسرائيل هو بايدن، إنما البقية لا حقيقة. وانت بتشوفي كثير من الفلسطينيين اصبحوا بيشاركوا سواء في البرلمانات المحليه بمعنى الولايات او حتى في البرلمان الاستراتيجي. هنا دور جاليتنا الفلسطينيه بعلاقاتها وتحالفاتها سواء كانت مع العربيه او الاسلاميه او الهسبانيك او الافارقه، هذا بيلعب دور كبير لانه ما ضاعوا لنا خبير. استلمت انا فتره رئاسه دائره المغتربين ووجهنا لهم رساله، قلنا لهم يا عمي احنا في هذه المجتمعات مش جايين نستقطب عشان فتح وعشان الشعبية وحماس، احنا بدنا نستقطب هذا اللي بده الناخب اللي بده على البرلمان، بدي هذا شكل له لوبي إلي عشان انا فعلا اضغط على صناع القرار في هذه البلدان. فلذلك لا، في حراك غير عادي عندنا. طب هذه التجربة في الساحة الأمريكية كيف يمكن تعميمها على باقي الساحات؟ في اوروبا في عمل، في اوروبا في عمل، ولكن في اوروبا للاسف عندنا اكثر من جهه في 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 الجاليات، وهذا تخريب سابق يعني بدنا مش مضطرين نحكي عنه. مطلوب الان فعلا، يعني اليوم انا اعطيت توجيه، يجب ان يكون في عندنا زي مظله تجمع كل اتحادات البرلمانات ايش اسمه اتحادات الجاليات من اجل تنسيق العمل. احنا بدنا علم فلسطين وشعار واحد لفلسطين، الحريه لفلسطين، ونعمل في اتجاه هذه الشعوب. طب الدور المناط اليوم بالجاليات الفلسطينية، ما الذي ننتظره منهم؟ بالعكس لهم دور كبير. شوف أقول لك، يعني لو رحنا بفرضنا الآن أنا بدي أروح أشكل مجلس وطني جديد، هيك في عنا قرار ورحنا بدنا نشكل، في عنا شعبنا الفلسطيني 50% في الأرض المحتلة و50% خارج الوطن. اللي خارج الوطن 7 مليون. جرى اتفاق سابقا، ممكن يتنفذ ممكن ما يتنفذ، لكن خلينا أحط المثال. عنا اتفقنا على 350 عضو، 150 للداخل اللي هو الضفة وغزة، و200 للخارج. ال200 في الخارج قديش؟ 200 مقعد لسبعة مليون. عندي في أمريكا اللاتينية الآن، أنا عندي في أمريكا اللاتينية الآن مليون، بدهم يكون واحد على سبعة، واحد على سبعة من 7 مليون، يعني بيطلع لهم من ال200 مقعد 28 مقعد بس. اليوم هم ممثلين ب 16 مثلا، الممثل الامريكي يكون ب 16، اذا بيزداد. اليوم عندي مجلس وطني عدده 800 هم 16، بكره مجلس وطني بده يصير 350 هم عددهم 28. هذا بده راح اجيبه، بده يجي على المجلس الوطني، واللي في المانيا بده يجيب على المجلس الوطني، واللي في الولايات المتحده بده يجيب على المجلس الوطني. بدنا نتفاهم فلسطينيا كيفيه العمل. اذا بقدر اعمل انتخابات مثلا في امريكا اللاتينيه، في عندي منظمة الكوبلغ غاد اللي هي اتحاد الجاليات الفلسطينية بتقدر تعمل عندي إيش، أي واحد. اثنين، بنقدر نعمل أيضا انتخابات في 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 أوروبا، ممكن ما أقدرش أعمل انتخابات في مكان آخر. فبالتالي لا، إذا روحنا على مجلس وطني هؤلاء مهمين جدا بالنسبة لي. هذا جانب. الجانب الثاني لا، هو بتحرك يوميا، بتحركوا الآن وخاصة في ظل الأحداث اللي بتصير. نعم. سواء اقتحام جنين، اقتحام نابلس، الحريق اللي صار في الحرائق اللي صارت في حوارة، في سواء في في في, في الآن في أريحة، جالياتنا وتنظيماتنا ونقاباتنا اللي موجودة في الخارج بتتحرك بشكل غير عادي. أكثر من هيك، لما صار الزلزال في سوريا وتركيا، يعني مثلا في أمريكا اللاتينية بيجمعوا تبرعات عشان يبعثوها لسوريا وتركيا، وبعثوا أعتقد أو صار، وكذلك في أوروبا. إذا جالياتنا صاحية لهذا الحكي بتعمل بشكل جدي، إحنا لازم ما نقصر معهم. إحنا لازم نعطيهم توجيه ونعطيهم يعني فعلا توجيه واهتمام غير عادي من أجل تفعيلهم في هذا الاتجاه. شكرا جزيلا لك سيد روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، شكرا لك. الله يخليك، شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا، وإلى اللقاء.